يعني ارقام بالنسبه لنا احنا طبعا فلكيه. خد بالك انه معدل الايرادات وبالتالي المرتبط بيه معدل الانفاق في اوروبا دونا عن العالم كله في حته تانية خالص، حتى بمقارنه بامريكا الجنوبيه اللي فيها الارجنتين وفيها كولومبيا وفيها البرازيل، لكن تبقى اوروبا وتبقى فكره التسويق، فكره اداره وصناعه كره القدم بعيدا عن الرياضه والناحيه الفنيه قصه تانية خالص مختلفه.